كشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة جمال فرار عن تشخيص 400 حالة متعلقة بفيروس كورونا منذ دخوله إلى الجزائر. وقال فرار في ندوة صحفية اليوم نظمت بوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أن وضعية المصابين مستقرة لحد الساعة، مذكرا تسجيل مصالحه لعشرين حالة لحد الآن، ومؤكدا أن جميع الحالات مستوردة وليست مستوطنة. De tests, il avoisine les 400 tests à peu près. Hein. Donc, c'est pas uniquement les cas confirmés, mais également tous les cas contacts qui ont été faits. Et l'ensemble en est à peu près à 400 tests. يعني حتى اليوم يعني امس واليوم ما سجلناش اي حاله يعني مؤكده، واحنا الجهاز تاعنا مازال مستمر، الديسبوزيتيف مانتوني، وتعرفوا باللي الخطر الحالي للجزائر هو استيراد الحالات من الرحلات الاتيه من كل العالم حاليا.